ده بقى القناص محمد شريف، ربنا يشفي يا رب، كان هداف الفريق بس فقد الذاكرة من يجي 3 سنين، فحادثة غريبة محدش فاكر ايه اللي حصل وقتها. خير يا جماعة، جاهزين؟ ما انت لازم تردوا عشان اعرف هبدأ ولا مش هبدأ. جاهزين؟ جاهزين. شوف بقى يا صاحبي، انا هعرفك على كل لعيبة الفريق واقول لك تتعامل مع كل واحد ازاي علشان تقدر تعيش هنا وتحقق كل اللي نفسك فيه وتحضن الأميرة السمراء بدل ما كنت بتحضن الكرة في الزمالك. الأميرة السمراء ايه ده؟ كهربا بتجيب بنات وموزز هنا ومقضيها ولا ايه؟ خلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليلة الزرقاء دي يا باشا؟ ده انا بدافع ولا تدافع ولا تقف جون. خلاص بنات ايه يا ابني؟ افهم، الأميرة السمراء دي بطولة افريقيا اللي عمرك ما شفتها ولا سمعت عنها. المهم اسمع بقى، والكلام اللي هقوله لك ده تحفظه كويس. ده كابتن الفريق الشناوي. يا شناوي كان حارس عظيم مرعب لكل المهاجمين. وحصل له ايه؟ عمل شيفت كارير وغير مجال الكوره وبقى فوتوغرافر قد الدنيا. حلو، ده هينفعني كتير، عاوز اعمل فوتو سيشن. لا ده بقى بيصور التسديدات بعيده المدى وهي داخله الجون. ما علينا، مالكش دعوه بيه. اللي بعده بقى الكابتن مجدي مقشه. كابتن مجدي عبد الغني ايه ده؟ هو مش اعتزل؟ راجع يلعب تاني؟ لا لا يا ده قفشه، بس احنا بنقول له مجدي مقشه لان زي ما ربنا ابتلى المصريين بجول في كاس العالم بيزلنا بيه الكابتن مجدي عبد الغني، ربنا ابتلى الاهلاويه بالقضيه ممكن اللي مجدي قفشه بيزلنا بيه، ولغايه النهارده عايش في النادي مالك بسببها. مش كابتن قفشه ده صانع الالعاب؟ لا لا مش هو ده، لما يجي صانع الالعاب هقول لك عليه. ده بقى القناص محمد شريف، ربنا يشفي يا رب، كان هداف الفريق بس فقد الذاكره من يجي 3 سنين، فحادثه غريبه محدش فاكر ايه اللي حصل وقتها، وللاسف الذاكره مش بترجع له الا مرتين في السنه يوم ماتش الزمالك. ايوه بس هو جاب جون الماتش اللي بعد الزمالك. دكتور الفريق قال ان الذاكره لما بتجيله بتستمر 3 ايام، علشان كده قدر يجيب جول بعديها. ده بقى كابتن ياسر ابراهيم صانع الالعاب، كان سبب في معظم اهداف الفريق. ازاي يا كهروب؟ مش ده مدافع؟ هو صنع العاب للفرق المنافسه، الباصه بتاعته يعني هدف يجي فين على طول. لازم تستفسر يعني؟ ما تنساش اللايك